الجهة اللي هجمت على الساحة هم القبعات الزرق، راح نتيجة هجومهم على الساحة عشرات من الجرحى وسبع شهداء، من ضمن الشهداء ابني مهند، ابني مهند ابني الوحيد راح أثر هذا الهجوم على الساحة. مر وقت على الحادث، الشباب اللي راحوا ومن ضمنهم مهند كلهم من عوائل نجفية معروفة ونزيهم أدى أي انتماءات، وعشرات الجرحى كلهم عوائل نجفية ومعروفين، سبع شهداء ما أدهم أي انتماءات حزبية، عوائل نجفية معروفة. زين الرئاسات الثلاثة ومن ضمنها هيئة القضاء الأعلى، أنتوا خولتوا مقتدى تنظيف الساحات. زين احنا الشعب او احنا كل من ما يصفق المقتدى يعتبر مجرم ومن حقهم يقتلوه. زين مر وقت طويل على الحادث، صار اكثر من 3 أشهر، والجهة اللي نفذت الحادث معروفة وأعلنت عن نفسها، شنو الإجراء اللي اتخذتها الدولة بحقهم؟ أنا وجهت رسالة لمقتدى الصدر وحلفته بدم أبوه محمد صادق الصدر، وحلفته بدم 700 شهيد، بس هو سكت وما جاوبني. تمنيت تكون عنده شوية شجاعة من أبوه ويواجهني. أنا امتلكت الشجاعة من ابني، أخذت الشجاعة والقوة من ابني وأقدر أواجهه، وأريده وأريد يواجهني ويقول لي شنو السبب هجوم جماعته على الساحة على المتظاهرين السلميين، شنو السبب؟ الساحة مؤمنة من قبل المحافظ.